حصاد الجنوب، أهلا بكم. اطلعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها اليوم الثلاثاء على إحاطة رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي بالداخل الدكتور صالح محسن الحاج حول نتائج اللقاءات مع المكونات السياسية والمجتمعية في ديسمبر الماضي. واستعرض الاجتماع برئاسة فضل الجعدي نائب الأمين العام برنامج عمل فريق الحوار الوطني الجنوبي في الداخل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المكونات المزمع عقد لقاءات معها لاستكمال المرحلة الأولى من الحوار. دشنت قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد بالقوات المسلحة الجنوبية اليوم الثلاثاء عامها التدريبي الجديد بعرض نموذج لكتائب التسليح برعاية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وبحضور عدد من القادة والضباط العسكريين والأمنيين. العرض تخلله أيضا تخرج دفعة عسكرية من قوات اللواء الخامس مقاومة. وزعت فرق الإغاثة الإماراتية اليوم الثلاثاء مساعدات إنسانية على أكثر من 900 أسرة بمركزي شيزاب وطيدع ومومي حمهل في محافظة أرخبيل سقطرى. المساعدات التي جرى توزيعها تنوعت بين مواد غذائية وملابس وبطانيات وألعاب أطفال بهدف توفير المتطلبات المعيشية والتخفيف من المعاناة الإنسانية بين المواطنين. أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت اليوم حكمها بالحبس لمدة 25 عاماً على مروجي وتجار المخدرات. حكم المحكمة تضمن كذلك مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية مع إتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.